مساء الخير. أنا لا شايف داعي للتسجيل ولا الأسئلة عشان أبائي وأستاذنا أستاذ حلمي يعقوب وكلكم أساتذتي، فأنا جاي بس علشان أستفيد مش أكتر من كده. يعني في الأيام الأخيرة أنا حبيت في كل خدمة بحب أحفظهم صلوة وتدريب. الصلوة بتقول اجعلني كما يجب أن أكون، غيرني مهما كان التمن. تاني اجعلني كما يجب أن أكون، خدناها هنا ولا ما خدناهاش؟ الحمد لله، ياخد راحتك. اجعلني كما يجب ان اكون، غيرني مهما كان الثمن. مشكله الابن الضال ان ابتدى بكلمه اعطني، بعد ما رجع وتاب قال اجعلني. فاعطني فعل تملك، اجعلني فعل تغيير. فاحنا في الكنيسه هنا هدف اي اجتماع مش بس المعلومات، وإن كان ده جميل، مش بس الشركة بيننا وبعض وإن كان ده حلو قوي، مش بس أي حاجة، لكن الهدف الأول من أي اجتماع هنا في الكنيسة، في أي كنيسة للمسيح، الهدف هو التغيير في أي اجتماع. والتغيير بيكون على محورين، المحور الأول الخاطئ يتوب، والمحور الثاني التائب ينمو. هو ده هدف أي اجتماع. أي اجتماع تاني لو ليه هدف تاني يبقى مش اجتماع روحي، يبقى ممكن اجتماع ثقافي، اجتماعي، أي حاجة تانية. لكن الاجتماع الروحي للهدفين دول هو التغيير في اتجاه التوبة للخاطئ واتجاه النمو للتائب. ده الملاحظة هنا في الابن الضال لما رجع قال اجعلني كأحد ايه؟ ليه؟ مع انه هو ابنه وأبوه قال ابني هذا، مش كده؟ التفسير البسيط يقول ان الخطيه بتعمل في الانسان احساس بالدونيه وانعدام القيمه، حتى ان الانسان يبص انه ما يستاهلش. فده الاحساس الخاطئ اللي بتعمله الخطيه في الانسان. لكن الجنيه الذهب لو وقع في الطين هيبقى قيمته كام؟ جنيه. اللي محتاجه اغسلني فابيض اكثر من الثلج، مش كده؟ فهي هنا مشكلة الخطية، أن بتعمل في الإنسان إحساس بالدونية وانعدام القيمة. فابن الخاطي يروح يقول لأبوه أنا ما استاهلش أبقى جير، مع إنه هو ابن. فبالظبط كده، لكن هو مش عايز أكتر من إن يغسلني فأبيض أكثر من أسلك. كما يجب أن أكون أنا، يعني المفروض الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة مين؟ اللي هو المسيح، مش كده؟ يعني احنا عايزين في الاخر خلاص نبقى زي صورة المسيح، مش اكتر من كده. طيب والتمن مهما كان التمن، في مرة واحدة قالت لي طب ومين يقدر يدفع التمن؟ قلت لها الحلو مع المسيح انه بيحط التسعيرة ويدفع هو التمن. قالت يعني، قلت لها اجرة الخطية ايه؟ تسعيرتها ايه؟ ومين اللي مات؟ فهو كده، ده بيطمننا جدا انه بيحط التسعيرة ويدفع التمن. فنقول الصلوة الثانية اجعلني كما يجب أن أكون، غيرني مهما كان التمن. نقولها مع بعض، اجعلني كما يجب أن أكون، غيرني مهما كان التمن. دي الصلوة اللي احنا بحب أحفظها. التدريب اللي بعد كده اللي بحب أقوله اختيار. أنا عن نفسي بصحى كل يوم الصبح وأقول ربنا أنا رب النهاردة بختار خمس حاجات بدل خمس حاجات. بقوله أنا بختار المحبة بدل الإدانة، الأمان بدل الخوف، النقاوة بدل الدنس، الصبر بدل القلق، الشكر بدل التذمر. كان خمس حاجات. المحبة بدل إيه؟ الإدانة. والأمان بدل إيه؟ الخوف. والنقاوة بدل إيه؟ الدنس. والصبر بدل إيه؟ القلق. والشكر بدل إيه؟ التذمر. بسرعة كده عشان الوقت، طبعا الفكرة مش هاخد المحاضرتين كلهم يا ابويا، انا لو خدت محاضرة بالكتير يبقى كويس، يعني الباقي على انفسكم، يعني انا جاي بس. المحبة بدل الإدانة. انا في قصة لطيفة مش عارف حكيتها ولا لا لبعضكم، يعني في عندنا كنا نعمل اجتماع للأطفال الصغيرين، وكنا نجيب لهم كده يقعدوا زي أغابة صغيرة ونقعد نقول لهم هنصلي دلوقتي يا أولاد وهناكل.
فقبل ما ناكل نعمل ايه؟ ونصلي، واحنا بنصلي نعمل ايه؟ نغمض عينينا. فبعد ما صلينا كده وهناكل، فواحده كده لطيفه بنت صغيره قالت لي انكل، قلت لها نعم يا حبيبتي، قالت لي اخواتي كانوا فاتحين عينيهم. قلت لها وايه اللي عرفك يا حبيبتي؟ قالت نعم. فيما انت تدين انت تفعل. فزي ما قال احد الاباء، احترس حينما تدين انسان على خطيه، تاكد ان جذر هذه الخطيه هي داخلك. ماشي؟ مفيش كلام. يوحنا 8، الست اللي جت ومسكت في ذات الفعل، كل اللي دانوها كان جواهم الخطيه وخرجوا وما قدروش يثبتوا معاه. مين اللي قدر يثبت؟ اللي ما هوش جواه جذر الخطيه، المسيح واحد. لكن اي ادانه معناها ان جذر الخطيه التي ادين عنها هي في داخلي. مفيش كلام غير كده. مره بتكلم عن كده، واحده قالت لي طيب والقعده تحلو ازاي من غير النبي؟ ما قلت لها ما هو انتوا بتكلموا على حد غايب، وبعد ما ده غيب انت هتكلموا على مين؟ عادي. المحبه بدل الادانه، الامان بدل الخوف. في مثل بس بنقوله لطيف هنا، اماننا اماننا مش في الظروف اللي حوالينا، اماننا في الحضن اللي بيحتوينا. تاني، امننا امننا ايه؟ مش في الظروف اللي حوالينا. احنا حوالينا ظروف حلوه بتدي الامان، حرب من هنا وحرب من هنا وتهجير من هنا وما اعرفش من هنا، وكله ما فيش حوالينا ايه؟ مفيش امان، مش كده؟ لكن امننا في الحضن اللي ايه؟ بيحتوينا. واللي بيعبر عن هذا الامر قصه لطيفه حصلت فعلا، هي مش لطيفه لكن القصه حصلت. واحد خطف طيار ارهابي وكان في الجو بيرعب كل اللي في الطياره طبعا، وفين على ما الطيار ابتدى يتصل بالقياده وابتدوا يتفاوضوا معاه وهيدوا له اللي هو عايزه، وفي الاخر الطياره نزلت في سلام، والناس اللي في الطياره نازلين وشهم مقلوب مصفر طبعا، مش كده؟ ما عدا واحد بس قاعد يلعب. مين هو؟ طفل في حضن امه، لان امانه كان فين؟ مش في الظروف اللي حواليه، كان في الحضن اللي ايه؟ بيحتويه. فهو كده، امنا مش في الظروف اللي حوالينا، امنا في الحضن اللي بيحتوي. ثالث حاجه، انا بختار النقاوه بدل الدنس. يعني ايه النقاوه بدل الدنس؟ دي مهمه قوي. واحد مره قال لي هي الزنا مش خطيه؟ قلت له طبعا. قال لي طب والخطيه مش عليها توبه؟ قلت له طبعا. طب والتوبه مش ربنا بيغفر؟ قال لا. طب خلاص ناخد حريتنا. قلت له لا، خلي بالك الزنا مش مجرد خطيه. قال لي امال ايه؟ قلت له فاكر يوسف الصديق قال ايه؟ قلت له قال كيف افعل ايه؟ مش مجرد خطيه، ده عباره عن ايه؟ شر عظيم. وقلت له انا بحيلك على 1 تسالونيك 4:6. قال لي يعني ايه؟ هذه هي إرادة الله قدستكم أن تمنعوا عن الزنا ألا يتطاول أحد على قريبه من جهة هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه الأمور. فيش حتة في العهد الجديد ربنا قال إنه منتقم فيها خالص غير الخطية دي، الحتة دي، لأن الرب منتقم لهذه الأمور. فقلت له حاسب، مش مجرد خطية، لشر عظيم وربنا ما يفوتهاش. ليه؟ لانك انت مش بتعتدي على، مش مجرد اعتداء على انسان، ده انت بتذبح انسان. يعني يقولوا ايه؟ الاخوات اللي كانوا بتوع ثانوي، وانا كنت بقول لهم الحكايه دي، بيخطفوا البنات من ودانهم ويخطفوا الولاد من عينيهم، صح؟ يعني ما بيخطفوش دلوقتي في التكاتك، ده خلصت الموضة دي. هما دلوقتي بيخطفوا البنات منين؟ والزن على الودان. يعني واحدة قالت كده في اجتماع، قالت لنا كده، كانت راجعة يعني، فقالت أصل كان بيقول لي كلام ما سمعتوش من أي حد، فلقيت نفسي ماشية وراه كده زي ما أكون عبدة كده وراه. قالوا في الآخر، قالوا في الآخر بقى يشقطوني البعض بقى خلاص، ما انتهيت. واحد منهم قال لي طالما ما لقيتش الخير في دينك هيبقى لك الخير في حد تاني. فهي دي المشكلة. والإنسان الراجل أو الشاب بيتخاف من عينينه، راح فين يا داوود؟ يا آسف يا شمشون، قال واحدة حسنت في عينيها. يعني إيه حسنت في عينيك؟ طب دي وثنية،
مش من شعبك بس حسنت في عيني. طب ماشي يا شمشون وبعدين؟ وهي اخذت تاني كشمشون المراحت. اول مسكوا عملوا ايه؟ اول حاجه عملوها في ايه؟ بس خلاص ما هي اللي سحبوا منها عدو الخير هي اللي قورها له، فسحب من عينه وراحت عليه وبقعد بقى اسف يا ريت عبد بقى حيوان يجر الطاحونه. الموضوع الثالث عشان نخلص بسرعه، الصبر بدل القلق. يقولوا كده الصبر علامه النضج. انسان قلوق يحتاج الى ان ينضج، مشكله النضج. والدليل على كده ايه؟ الطفل الصغير لما يعيط يعمل ايه؟ الرضيع يعيط يصوت، لما يكبر شويه يدبدب برجلي، يكبر اكتر يقعد يلح ماما 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 جعان جعان جعان، مش كده؟ يكبر شويه يقعد بقى يتذمر، يكبر اكتر يستنى براحته لما يستوي الاكل، يكبر اكتر واكتر يبتدي يجهز مع اللي بيجهز. شفتوا بقى الصبر علامه ايه؟ النضج. فلو سمحت بكلم نفسي اولا، لو انا قلوب مش صبور فده احتاج الى ان انضج. ده التشخيص، انسان مش صبور، انسان القلوب، انسان يحتاج الى النضج. اخر حاجه الشكر بدل ايه؟ التذمر. اخذ خبزا على يديه ابو ربي وبعد كده عمل ايه؟ شكر. وبعد كده ايه؟ بار الشكر باب البركه وقدس وباب القداسه. كنت عايز تدخل لباب البركه وباب القداسه، ادخل من باب الشكر. مفيش باب تاني دخلنا كده. يعني تقول لي الظروف صعبه عمالة تكسر، أقول لك زي أبونا ما بيكسر الجسد، كل ما زاد تكسير الجسد كل ما زاد عدد المتناولين المستفيدين. فكل ما زاد التكسير في شخصك كل ما زاد عمل الله وكسب بيك ناس أكتر. فما تخافش من التكسير، ده للفايدة، ده للتغيير. ما تخافش من التكسير. دايما بقول قصة الخمس أشخاص لو حد ما سمعهاش منكم. واحد غني ماشي، لا واحد فقير بياكل من الزبالة، طلع اللي فيه نصيب وداله وماشي يقول أشكرك يا رب إن أنا مش محتاج آكل من الزبالة. الراجل الفقير ماشي لقى واحد مخه على قده ماشي يكلم روحه، قال له أشكرك يا رب مع إن أنا فقير لكن العقل إيه؟ زينة، مش كده؟ مش بيقولوا كده؟ الراجل مخه على قده ماشي سمع سلامة الإسعاف، قال لك أنا أعرف إن في واحد إيه عيان جدا كده، أشكرك يا رب إن أنا بيقولوا علي مخ على قدي بس ماشي على إيه؟ رجلي. طب والراجل اللي هو في عربية المرضى ده وهو ماشي مرض جاره عربية نقل الموت، قال أشكرك يا رب مع إن أنا عيان لكن لسه فيا إيه؟ مين اللي ما قالش أشكرك يا رب؟ الميت. وهكذا كل من لا يشكر الله هو ميت روحيا. دي قاعدة. دي قاعدة ليس لها استثناء. كل من لا يشكر هو ميت روحي. احترسوا من عدم الشكر. الشكر ده مارن شبه موت، دايما نقول هكذا. مارن يعني فن، شبه يعني نقبل او ناخذ، اهمت يعني نعمه. فلنشكر اي فلناخذ نعمه او فلنقبل نعمه. اذا فلنتذمر يعني فلنرفض النعمه. خطر. خطر. احسن وقت للشكر وانت تكتئز في نار الأتون. تسبحة الثلاث فهي هما في الأتون أجمل تسبحة ممكنة لأنها اتقالت في الأتون. لما نقول إحنا في وسط الألم ونسبح إحنا بنشترك مع الثلاث فهي في تسبيحهم فعلا، مش بالكلام، لا بالتطبيق العملي. أشكره في كل شيء. يعني في قصة بيقولوها على ناسك متوحد في الصحراء، جاله واحد من أهل العالم من زمان هو في الصحراء، فبيسأله يقول له إيه؟ المتوحد بيسأل الراجل من العالم ده إيه أخبار أهل العالم؟ بيقول له عادي يا أبونا، ربنا يدينا بنشكر، ما يديناش بنصبر. قال إيه؟ بيدينا نعمل إيه؟ نشكر، ما يديناش نعمل إيه؟ عادي ولا مش عادي؟ فالراجل المتوحد قال له يعني زي الكلب بتاع اللي هنا ده. قال له يعني ايه الكلب؟ قال له الكلب بتاع اديله يهز ديله يعني بيعمل ايه؟
ما ادلوش روحنا مجرد ساكت يعني بيعمل ايه؟ بيصبر. قال له ما انا عايز نعمل ايه؟ قال عايزكم او اللي المفروض لما ربنا ما يديناش يبقى حكمه عنده نشكره ولما يدينا نوزع. ما يديناش نعمل ايه؟ دي اللي فوق بقى. ما يدينا يدينا نعمل ايه؟ نوزع عشان ده مش لينا بس ده للاخرين. دي حياه الشكر. يبقى التدريب الخماسي هو ايه؟ انا اختار المحبه بدل الادانه. الامان بدل الخوف، النقاوه بدل الدنس، الصبر بدل القلق، الشكر بدل التذمر. والصلوة ايه؟ اجعلني كما يجب ان اكون، غيرني مهما كان التمام. تمام. اخر حاجه بقى، ده كله مقدمه، ويمكن الموضوع يبقى مقدمه بس ونمشي بعد كده. اخر حاجه في المقدمه، واحد يعني غير مسيحي بيتريق على الصليب، فعجبني بقى الجواب اللي اتقال له. قال له انت مش عارف عن ايه الصليب؟ قال له عن ايه الصليب؟ قال له الصليب ده مبدا وجودك. قال له ايه الكلام اللي بتقوله؟ قال له بقول لك كده، لولا الصليب ما كنتش هبقى موجود. قال له يعني ايه؟ قال له قول لي انت جيت ازاي؟ فالراجل اللي مش مسيحي قال له عادي يا اخي، بابا حد ماما واخدها؟ قال له عن محبه يعني؟ قال له اه. قال له بعدين؟ قال له كانوا بيحبوني قبل ما اجي، صدقني كانوا بيقولوا لي كنا بنحبك قبل ما تيجي. قلت له حلو خالص. وبعدين؟ قال له بعد كده حبني وانا نبته في بطن امي، حبني وانا بعذب امه في الحمل، وحبني وانا مطلع عينين ام وبابا تولد لحد ما تجسدت وبقيت حياه. قلت له بس تعال حته حته، يبقى انت عباره عن محبه زائد الم جاب لنا حياه. صح المعادله دي ولا لا؟ محبه زائد الم جاب ايه؟ هكذا احب الله العالم حتى بذل يعني الصليب، لكي لا بل تكون له ايه؟ الحياه. ايه معادله الصليب؟ محبه زائد الم يساوي حياه. قال له هي دي معادله الصليب، محبه زائد الم يساوي حياه، ودي معادله وجودك. انت لما انكرت الصليب بتنكر مبدا وجودك اصلا. تمام؟ دي المقدمه. فاضل بقى الموضوع. موضوع طلبوا مني وطلبوني مني يعني سهل قوي يعني، عشان كده مش هاخد فيه كتير عشان انتوا عارفينه يعني. زي بانوراما في الاول رسائل بولس، انتوا حافظين رسائل بولس؟ روميا كورنثوس رسالتين غلطية مش كده؟ انا هوعظ من اول الانجيل من اول فهرس. العهد الجديد. روميا كيف ابدا؟ من كورنثوس لحد انا اخدها نتيجه يعني. احنا في هذا البوكس روميا بقى من كورنثوس الاولى كيف ننضج؟ كورنثوس الاولى والثانيه غلطية قمه حياه النضج، هنشوف ده كله. افسس فيليبي كلوسي مظاهر النضج، تسالونيكي خدمتنا اثناء النضج بعد النضج مش كده؟ لحد ما نوصل في الخدمه ديت، انا اسف، تسالونيكي انتظارنا لمجيء المسيح، خدمتنا واحنا مستنينه في الرسائل اللي هي للاباء اللي هي تيموثاوس وتيتوس وفيليمون وكده. اخر حاجه بعد ما نضجنا وبعد ما استنيناه عشان يجي واحنا مستنينه بنخدمه، بعد كده هنوصل للسماء اللي هي رساله العبرانيين، رساله السماء المفتوحه بيسموها. تعالوا بقى ناخدها شويه كده شويه شويه. اول حاجه روميا دي رساله كيف ابدا مع المسيح. ببساطه شديده روميا بولس الرسول كان قاعد مكانه كده ولا استحق طبعا، وكان قدامه فرقتين، ناس امم وناس يهود، وده دول يقبلوا دول ولا دول ايه؟ يقبلوا دول، بس الحمد لله انتوا قابلين بعض طبعا. وبعدين قالوا له احنا سؤال واحد مهم جدا، ماذا نفعل لكي نخلص؟ انت دلوقتي بتنادي بالخلاص، بتنادي بالناس يعني تروح مكان حلو زي ما الام عايزين، بتروح
الفردوس زي ما اليهود معاك، نعمل ايه؟ ماذا نفعل؟ فمسك الموضوع من الاول وراح مسك الام، قال له اسمع يا بتاع الام انت، قال له نعم، قال له عايز اقول لك بس ما تزعلش مني، انت بصراحه في الموازين اللي فوق قوي. قال له يعني ايه؟ قال له اقول لك يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي بتعملوها يندى لها الجبين. قال له ازاي؟ قال له انا مش هقول لك يا سيدي، ما انت عارف. وعلى فكره بالمناسبه الجزء ده بينكروه الجماعه اللي هم في الغرب ينادوا بالشذوذ وكده، بيقولوا بولس الرسول ما كانش يعني حلو في الموضوع ده، هم اللي مش حلوين. قال له شوف يا سيدي، انتوا عندكم ربنا اظهر لكم نفسه بآيات كتيرة وعلانات، لكن انتوا للأسف الشديد اتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق، وبعد كده حصل فيهم الشذوذ مثل الإناث والذكور. كنت بحكي مع الأخ فادي من شوية، أقول له في واحدة قريبتنا في أمريكا لما راحت قالت بتعذب جدا وأنا رايحة الشغل، فبنقول لها ليه؟ قالت بعدي على كنيسة عليها علم الشواذ. بقول فينك يا مصر؟ والحمد لله رجعت وقالت عمار يا مصر، ويجوا هنا يحكوا لها مصر وحشة، مصر غيرها، مصر مش عارف. شوف اسمعوا، تراب مصر ولا جنة أمريكا. أنا ماليش دعوة الكلام النهارده ده، هي أحسن حد يكون مهاجر يهاجمني ولا حاجة، خليني أروح سليم. لكن ده الكلام ده قلته هي يعني. واحد لسه مكلمني من يومين يقول لي مراتي في المطار بعد ما رحنا وهي كنا في سوء تفاهم بسيط كده في مصر. هو بيقول أنا بسيط يا الله أعلم. قال وصلنا المطار، قالت لي هقول لك على حاجة، قلت لها نعم يا الناس، قالت لي دي شنطتك ودي شنطتي أنا وليالي، أنت من هنا وأنا من هنا، وهتتكلم هطلب لك البوليس. قال خدتها من سكات وأنا عارف هيحصل لي، ورحت قاعد أنا، رحت عند أخويا وهي راحت اللي هي راحت. قال بحاول أجري ورا الآباء وورا سيدنا وأنبا يوسف وحاول، ولسه الكلام ده يمكن قرب على سنة، يقول لي شفت المرار. أمريكة إيه دي؟ قلت له يا عم ما تقولش، أنا مش دعوة، أنا ما تدخلنيش في السياسة، الجماعة اللي يحبوا يهاجروا هيهاجموني، خليك أنت. فانسوا الكلام اللي أنا قلته لو سمحتوا، تعالوا ركزوا معايا. قال طيب دعوة إيه اللي فيهم؟ قال مملوئين من كل اسم وزنا، وبعد كده إيه؟ مشحونين، يعني خلي بالكم مملوئين وإيه كمان؟ مشحونين. مبتدعين شرور، ما كفهمش الشرور الموجودة، ابتدوا ايه؟ يخترعوا شرور كمان. ده اكتر من كده، قال اذا عرفوا حكم الله ان اللي بيعملوا كده يستاهل الموت، ما بيعملوهاش بس، مبسوطين بان يعلموا ناس بقى مدربين الخطيه. الراجل لما يسمع كل الكلام ده ما يقدرش يفتح بقه، كل الكلام ده صح تمام. اليهودي هنا بقى قاعد منشكح مبسوط، قال ما احنا كنا بنقول كده، امال مين اللي ولع جهنم؟ ما هم الام قلناها كده بس انتم مش سامعين. راح ملتفت له بقى بولس الرسول، قال له خد تعالى. قال له نعم، قال له انت بالعذر ايها الانسان، انت قاضي بس انت اصلا متهم، لانك فيما انت تدين انت ايه؟ تفعل بتعمل الحاجات دي كلها، بس يعني اثنين حراميه راحوا عند القاضي، واحد منهم لسانه طويل شويه، يا سياده القاضي نعم على فكره ده حرامي. طب ما انت يعني كونك انت بتشاور على انك انت براء؟ لا يعني انت. قال له هنا هو اذا انت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتثق انك قائد العميان، خلي بالكم الالقاب دي كان بياخدها الفريسي، قائد العميان، نور الذين في الظلمه، مهذب الاغبياء، معلم الاطفال، كل الحاجات دي، انت الذي تعلم غيرك الست تعلم نفسك؟ ان الذي تكرز ان لا يسرق اتسرق؟ ان الذي تقول ان لا يزني اتزني؟ ان الذي تستكره الاوثان اتسرق الهيكل؟ ايه ده؟ هو بيعملوا كل الحاجات دي؟ بيعملوا بس بيقولوا غلط، احنا بيعملوها. طالما حاجه ما اتكشفتش يبقى صح. هم في ذهنهم كده. قال له هم الاثنين بقى سكتوا. في الاصحاح الثالث قال لهم ايه؟ الله اغلق على الجميع فاما عن في العصيان، قال ليس بر ولا ايه؟ واحد. يبقى الاصحاح الاول خطايا الامم، الثاني خطايا ايه؟ اليهود، الثالث خطايا الكل، ليس ولا ايه؟ واحد.
قال له كتر خيرك، نعمل ايه؟ ما هو الحل لصاحب الروم الخامس؟ قال المسيح هو الحل. انت لما تروح تشوفوه الروم الخامس المسيح هو ايه؟ هو الحل. على فكره انا خرمت في الموضوع، انا المفروض هقول التسلسل بتاع الرسائل، رحت داخل في رومي على طول لان الوقت ما يقضيش، لو الوقت قضى هقول تسلسل الرسائل، ما قضاش كويس كده لان رومي كفايه. فنعمل ايه؟ قال تعال انت يهودي في صح 4، قال له نعم، قال له من ابوك؟ قال له ابراهيم. قال له ابراهيم ده كان بيجي كل الـ 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 لما ورث البر ورثه بالايمان مش بالناموس بتاعك، ده موسى جاب بعدين. الايمان ده كله كان بيشاور على شخص، والشخص ده هو الله اللي جزار في الجسد، ده بيشاور على المسيح. فالحل هو ايه؟ في المسيح. من البر ده اللي انت بتدوروا عليه اللي ابراهيم خده هيحسب لينا نحن الذين نؤمن بان اقام ربنا يسوع من الاموات الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل ايه؟ تبريرنا. فكل ده كان بشاور على مين؟ على المسيح. طب والامم؟ قال لهم الامم انتم من ابوكم؟ قالوا ابونا ادم، نحن ما نعرفش ابراهيم. قال لهم طيب ادم ده اسمه ادم الاول، بس كان يرمز لواحد اسمه ادم الايه؟ الاخير، اللي هو مين؟ اللي هو المسيح. طيب يبقى صح 4 و5 المسيح هو الحل، 6 و7 و8 الحل عمليا، ده الحل اللاهوتيا. 4 و5 المسيح هو موضوع انتظار ابراهيم، والمسيح هو موضوع انتظار ادم في الرابع وفي الخامس. طيب الحل العملي صح 6 المعمودية. طيب انا طبعا مش هدخل في الشرح خالص، لان هنا بقول نحن الذين متنا على الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل ما اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا إيه؟ الموتية، فدفننا معه بالمعمودية حتى للموت حتى قيم المسيح من الأموال بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا إيه؟ في الحياة الجديدة. خلاص بعد كده قصة حياتنا إيه؟ 6 و7 و8، 6 المعمودية، 7 الصراع، 8 النصرة. أنا بعد ما أتعمد ما بقتش إبليس، بيت الديس كده باللقب ان انا مقدس في المسيح بالميرون، تمام، بسكن الروح القدس، لكن بصارع. 7:15 قمه الصراع. 7:15 بيقول ايه؟ لاني لست اعرف ما انا افعله، اذ لست افعل ما اريده بل ما ابغضه فهي ايه؟ خلي بالكم من ايه؟ الصراع هنا. لست اعرف ما انا افعله. أنا بعرف بإيه؟ بعقلي. يبقى الفعل ضد إيه هنا؟ ضد العقل. بل لست أفعل ما أريده كمان، يبقى الفعل ضد إيه؟ الإرادة. بل ما أبغضه فهي أفعل، وأنا ببغض وبحب بإيه؟ بالعاطفة. يبقى الفعل ضد العقل، ضد الإرادة، ضد العاطفة. اللي أنا بعمله ضد عقلي زي ما واحد يجي يقول انا اللي بعمله مش مقتنع بيه بس مش قادر، فده ضد ايه؟ ضد العقل، انا مش مقتنع بيه. ضد الاراده، انا مش عايز اعمله بس غصب عن عيني بعمل كده. مش كده؟ مش بيقول كده الخطيب؟ حتى المسيح اللي متعبد بيقول كده. طيب التالت بيقول ايه؟ انا بكره اللي بعمله. يعني الفعل ضد العقل وضد الاراده وضد طب العقل والعاطفه والاراده هم الكيان البشري. فهنا الانسان في حرب اهليه مع خطيئة، هو ده الصراع. الصراع هو الحرب الاهليه اللي بيعلنها الخطيئة جوه الانسان. ايه الحل؟ الحل في صح 8 لامتلاء بالروح القدس. اذا لا شيء من الدنون الان على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب ايه؟ الروح. لان ناموس روح الحياه في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطيئة والموت. احنا احيان كتير بنركز على التوبه وبننسى الامتلاء بالروح القدس. التوبه لابد، الانسان المسيحي 3 حالات، خاطي، تائب، ممتلئ. لازم يعدي على الـ3، اذا كان خاطي يتوب والتائب يمتلئ والممتلئ يخدم. لكن لما تيجي تنط من الخطيه على الخدمه ولا من التوبه على الخدمه تبقى كارثه. لازم نعدي، الخاطي يعمل ايه؟ يتوب، والتائب يمتلئ، والممتلئ يخدم. لازم تمشي الحركة.
على فكره هتلاقيها في مواسم الكنيسه، بس اذا مش وقت مواسم الكنيسه بتكون كده. من اول الصوم الكبير، ثم التوبه، بعد كده الخمسين، ثم الامتلاء، بعد الامتلاء بالخضوع، بعد كده ثم الرسل، ثم الخدمه. فالصوم اللي هو التوبه، بعد كده الامتلاء، مش كده؟ في الخمسين الفرح والامتلاء، وبعد كده ايه؟ ثم الرسل، ثم ايه بنقول؟ الخدمه. عادي دي مواسم الكنيسه حتى اللي بتقولنا عليها. خلاص؟ انا خمسة كم صح، خلصت الرساله، ما عنديش حاجه اقولها تاني. ليه؟ الثمانيه اللي بعد كده هم تكرار للثمانيه الاولانيين، بس ده على مستوى عقيدي وده على مستوى عملي. انا هسيبه تدريب ليكم، بس هقول لكم اول حاجه، الاصحاح الاول والثاني والثالث هيقابلوا في الثمانيه التانيين كم وكم وكم. الاول والثاني والثالث اليهود والامم، 9 و10 و11 اليهود الأمم، كفايه لحد كده. انتوا في البيت بقى شوفوا البيت، عندكم مانع؟ الحمد لله. خلاص؟ خلصنا رسالة الترومية؟ أنا خلصت اللي عايز أقوله، الحمد لله هتمشوا بدري. إنما تعالوا مع بعض نشوف إيه؟ بسرعة في عجالة سريعة في 10 دقايق نشوف مع بعض تسلسل أو الحكمة الروحية في رسائل بولس الرسول. إيه الحكمة الروحية في رسائل بولس الرسول اللي نقدر نقولها؟ في رسالة روميا هي رسالة التبرير. يعني إيه؟ يعني قال ولا بر ولا واحد، بس قال في بر. إحنا هنلبس بر مين؟ بر المسيح. حلو خالص. بعد ما خلنا التبرير والتمهيد للتقديس في العشرة في الثمانية التانيين زي ما تشوفوا، ندخل في موضوع النضج في رسالتين بتوع كورنثوس. ايه اللي بيخلي الانسان ينضج؟ انتوا رايكم ايه اللي بيخلي الانسان ينضج؟ حد يقول لي كده؟ نعم، تجربة. برافو عليك. المشاكل. وكورنثوس الرسالة التانية هي رسالة المشاكل كلها، صح؟ فبنسمي هنا التطبيق الروحي لتسلسل الرسائل. خلي بالكم ده مش مكتوب، مش وحي نزل على الكتاب وقال كده، لا، ده تأملات لتطبيق روحي على ترتيب الرسائل. ترتيب الرسائل الأستاذ حلمي ممكن يقول لكم ازاي وكده، لكن ده مش موضوعي، ما اعرفش فيه قوي. اللي اعرف فيه ان الترتيب الروحي اللي سمح به الروح القدس ماشي مع الترتيب بتاع النمو الروحي. فأول حاجة هنا ان انا ابتديت في رساله روميا، رساله البدايه، كورنثوس الاولى والثانيه رساله النضج لان فيها مشاكل. يعني مشي غلط مع مرات ابوه، واللي مش عارف بياكلوا ويزعلوا الناس اللي ما عندهاش اكل، واللي مش عارف بيسال على ايه وما بتسالش على ايه، وبياكلوا في بعض بقى. ده كورنثوس الاولى والثانيه. قمه النضج هي ايه؟ قمة النضج هي الحرية الداخلية. إنسان ناضج جدا أو تحك وتحكم عليه إنه ناضج منين؟ عنده مفيش حاجة مكتفاه جوه. لا ذات ولا العالم ولا الدنس ولا أي حاجة مكتفاه. حر. قمة الحرية مكتوبة في رسالة عاطية، رسالة الحرية الكاملة. اللي إحنا لست بعد إيه؟ عبدا بل إيه؟ مين فكر له؟ لست بعد عبدا بيقول كده في بال ايه؟ ما قالش حر، قال ابن. عكس عبد ايه؟ في اللغة وحر حر. لكن معانا احنا عكس عبد ايه؟ ابن. مش كده؟ خدتوا أشعياء 43 مش كده؟ نقولها بعدين. طيب يبقى هنا البداية، بعد كده النطق، بعد كده قمة النطق هي ايه؟ الحرية. بركات النطق بقى في افسس وفي ليبي وكلوسي. ايه بركات النطق في افسس؟ افسس رساله ايه؟ الكنيسه ايه؟ جسد المسيح، مش كده؟ فمظاهر النطق ده وبركاته ان احنا نبقى جسد واحد. ما احلى ان يسكن ايه؟ الاخوه. لما الاقي كنيسه كله قاعد شماليه وكله بياكل في بعضه وكله عامل فريق وكله عامل عصابه، بنحس انها لسه عايزه تنطق. تمام؟ أول ما أشوف كنيسة كده كلها مع بعض روح واحد،
احس ان دي عدت على روميا وعلى كورنثوس الاولى والثانيه ودخلت على افسس ومشت. وبعدين في المظاهر لما هوذا ما احسن وايه بيبقى في فرح بقى اللي هو رساله تجيب الشركه تجيب ايه؟ تجيب فرح. بس الشركه والفرح نتيجه ايه؟ نظر لشخص المسيح وحده رساله كلوسي. لان رساله كلوسي المسيح هو جسد الكنيسه. ماشيين لحد كده؟ ولا تهتم؟ ماشي الحمد لله. طيب واحنا في الحاله دي قاعدين هنا وننتظر قيامه الاموات وحياه والتسالونيك الاولى والثانيه. بس واحنا مستنيين نعمل ايه؟ نخدمه. ايه اللي هي رساله الخدام؟ اللي هو تيموثاوس تيتوس ديمو. واحنا بنخدمه عينينا على السماء العبرانيين، السماء مفتوحه. يبقى تسلسل الرسائل بدايه في روميا مش كده؟ النضج في كورنثوس الثانيه اكبر او يعني قمه النضج في الحريه في غلاطي. ماشيين لحد كده؟ وبعد كده الشركه هي مظاهر النضج الحلو الشركه مش كده؟ والفرح وفيهم انا باصص للشخص المسيح. هو ده قمه النضج. انا بستناه بستنى مجيئه ننتظر قيامه الاموات في كل تسالونيكي. وبعدين وانا مستنيه بشوف رسائل الخدمه اللي هي الرسائل الخدميه بتاعتي مساوس وتيتوس وفلومرود. وفي الاخر احنا هنروح فين؟ في السماء اللي هي رساله الباب السماء المفتوحه دي رساله العبرانيين بيسموها رساله السماوات المفتوحه. دخل الى الاقداس كسابق لنا. دخل المسيح عشان ندخل وراه نستخبى فيه. دي التامل الروحي في التسلسل لرسائل بولس الرسول. خلاص؟ وخدنا روميا وخدنا صلوة وخدنا ما اعرفش ايه وخدنا ايه يا رب تفتكر لو خدنا كله والحمد لله على كده قوي. راجع تاني الصلاة. اجعلني كما يجب ان اكون، غيرني مهما كان الثمن. انا اختار المحبة بدل الإدانة، الأمان بدل النقاوة، بدل الصبر، بدل القلق، الشكر بدل التذمر. التذمر ده ايه؟ كله قالوا على طول يعني حافظينه. بس أشعياء 43 واحد اللي قلتها هكملها عشان امشي وانا مستريح. أشعياء 43 واحد بتقول لي لا تخف لان ايه؟ فديتك دعوتك باسمك انت لي. ولا تاني لا تخف لاني دعوتك باسمك انت لي. الجزء الاول ما تخافش انا فديتك دي قصه واحد بنشبهها كده. قصه واحد عنده عدة ايام العبوديه وكان ظالم جدا بقى يضرب فيه ضرب مبرح يعني ضرب وحش قوي لحد ما عدى عليه واحد طيب جدا فقال له ليه بتضربه كده لو انت مالك؟ عدى عندي وانا حر فيه. قال له تبيعه؟ قال له ابيعه ده الظاهر اتغلى عليك. طب خلاص دفع قال يعني ثمن عادي. قال له خلاص ادفع اللي انت عايزه. راح دفع فيه وقال له خد تعالى. قال العبد من هنا ورايح انت حر، انا حررتك، انا فديتك، لا تخف لان ايه؟ لا. بعد كده ماشي الراجل بعد ما شكره جدا قال له خد تعالى. ده السيد الحلو خلاص الوحش ده مشي. السيد الحلو قال له خد تعالى. انت كان اسمك ايه؟ هرش كده وقال له بصراحه سيدي القديم كان بيناديني باسم حيوان بشتيمه. لكن انا ناسي اسم بس غالبا كان اسم فلان. قال له النهارده هيرجع لك اسم. يرجع لك ايه؟ اسمك. دعوتك بايه؟ شكر ولسه ماشي قال له خد تعالى. قال له ايه كمان؟ قال له انت النهارده مش هيبقى اسمك فلان، اسمك فلان ابن فلان، انت لي. هي دي قصه الفلان. مين هو السيد الظالم؟ ابليس. ومين هو السيد الحلو؟ المسيح. ومين اللي حررنا غيره؟ هو. لا تخف لان ايه؟ فده دي قصه الفداء. دعوتك باسم ابان المسيح. انت ليه بينا وليه بنقول ابانا الذي في السماء. هي دي قصه الفداء 43. خلاص؟ اشكركم جدا يا ابويا كل سنه وانتم طيبين.